برسم اللقاء الذي جمعهما في الدورة 24 من بطولة القسم الوطني الثاني لدوري اتصالات المغرب للمحترفين، دخل الفريقين إلى رقعة الميدان وهما رغبة للدفار بثلاث نقاط، حيث كانت أولى محاولة اللقاء من رجل اللاعب سعيد الرواني عن طريق ضربة خطأ لكن دون جديد، وتوالت محاولة اللقاء من كلا الجانبين، هنا تمريرة لكن دون عنوان، ضربة خطأ ثابتة من تنفيذ اللاعب الهاني براعة الحارس أمين الرزين تمنع الكرة من الدخول للشباك، تمريرة هيدلتا لكن تدخل الدفاع، واستمرت أحوال اللقاء عبر الهجمات المرتدة، هنا كانت محاولة هيدلتا أن تصيب الشباك لكن براعة الحارس الوجدي تمنع الهدف، فيما شكلت الضربات الثابتة خطورة قوية على مرمى الحارس أمين رزين الذي تألق بشكل لافت في هذا اللقاء بعد تصديه لمحاولتين متتاليتين كانت الشباك، هنا توغل بوبولا على إثرها طلب لاعب اتحاد خميسات بضربة جزاء لكن الحكم الجعفري الذي أدار هذا اللقاء كانت له رؤية أخرى، هنا تمريرة بالأصفر الذي أثار جدلا في هذا اللقاء بعد تصرفه لا أخلاقي ولا رياضي تجاه الجماهير الجمهورية بعد غضبهم حول مردوده، هنا زاوية لكن تدخل مرة أخرى لحارس الدين وعلى إثرها انتهت الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0 لمثله. وخلال العودة إلى مجرية الجولة الثانية دخل الخميسات وهو رغبة للتسجيل أو للتفر بثلاث نقاط من أجل إنعاش رصيده للنقاط، هنا توغل بيوض لكن فخر الدفاع ماسلم بلي تبعد الخطر، اللقاء الذي أجري تحت درجة الحرارة المفرطة، هنا ضربة خطأ التي كانت أن تسكت الجميع في مدرجة ملعب 18 نوفمبر لولا قليل من الحظ، لكن براعة كل من الدفاع والحارس تمنع إصابة، هنا الرواني أو والسعيدي اللذان نسقا الهجوم بمناورات كريم الهاني والبوداني يضيع كرة اللقاء الوجديين، تمريرة نعوم إلى جمال بماد لكن بماد لن يحسن تعامل مع هذه الكرة، مرة أخرى لامرابط بعد أن اعتقد الجميع أنه تسلل لكن بوبولا الذي توغل ومرر لبماد ولم يحسن كذلك التعامل معها حيث كانت كرة اللقاء وعلى إثرها انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.